شهادته، والجزء الثاني يرتبط بالوضع اللبناني وبالاستحقاق الرئاسي، حيث دخلنا في مرحلة مهمة ويجب التوقف عندها بشكل كبير. في القسم الأول عندما نتحدث عن شهيدنا القائد الحاج حاتم أديب حمادي، المعروف في أوساطنا وفي صفوفنا بالحاج علاء. بالمناسبة لا اللي بيعرفوا اسمه الحقيقي، حتى داخل المقاومة داخل الحزب، الشباب اللي قاتل معاهم، الشباب اللي قادهم. فلذلك أنا أحيانا حسب ما يسبق اللسان أوقات بقول الحاج علاء، أوقات بقول الحاج حاتم، واحد على كل حال. هو ابن هذه العائلة المجاهدة والمباركة، وهو ابن هذه البلدة الطيبة، بلدة الإماطية، والتي تعيش في قلب جبل لبنان في عمق العيش الواحد مع اللبنانيين من أبناء الطوائف والمذاهب المختلفة. وهو ابن هذا الجبل بكل ما يعنيه جبل لبنان من تاريخ وقيم، وهو ابن هذه المقاومة الإسلامية التي التحق بها وهو شاب، وشاب فيها حتى الشهادة. ومن الطبيعي أن يجمع في شخصيته كل تأثيرات هذا الانتماء، الانتماء إلى هذه العائلة الطاهرة، الانتماء إلى هذه البلدة الطيبة، الانتماء إلى هذا الجبل الأشم، والانتماء إلى هذه المقاومة المظفرة. الشهيد علاء في مسيرتنا بدأ عمله في الكشاف مربيا للأطفال الصغار، وهذا يكشف عن جانب من الشخصية. عادة اللي بيروحوا بيشتغلوا بيكونوا شباب وبيشتغلوا بالكشاف، بيبين عندهم، بيكشف عندهم جانب الحنان والعطف والأبوة. يعني هو شاب صغير، هو أب يمارس فعل الأبوة من عطف وحنان وحنو على هؤلاء الصغار، لتربيتهم، لهدايتهم، للأخذ بأيديهم. في مدرسته في التحصيل العلمي كان جادا ونشيطا وذكيا ومتفوقا. في الجامعة العربية في الوقت الذي كان يدرس ويتعلم، كان يتحمل المسؤولية العامة كما هو حاله منذ الصغر، وكان مسؤولا للتعبئة الطلابية في حزب الله في الجامعة، مسؤول طلاب وطالبات حزب الله في الجامعة العربية. وأبدى حينها الكثير من صفات القائد والمسؤول والمدير. أنهى دراسته الجامعية في الجامعة العربية، وحصل على شهادة الهندسة الكهربائية، وجاء والتحق بالمقاومة مهندسا من الجامعة إلى الميدان، وليس إلى مكان آخر. لم يجبره أحد، لم يحرجه أحد، لم يلزمه أحد، وكان يستطيع أن يختار أي شيء، أي خيار، أي طريق، أي نمط عيش. ولكن حاتم الشاب المسكون بالإيمان وبروح الجهاد وبالإحساس القوي بالمسؤولية العامة تجاه وطنه وشعبه وأهله وأرضه وعرضه والمقدسات، ترك كل شيء. لم يذهب بإجازته الجامعية إلى أي شركة، وإنما ذهب بإجازته الجامعية إلى المقاومة، إلى الميدان. وبالاختصاص الذي يعرفه دخل إلى المقاومة، وعمل في المقاومة منذ البدايات في المجالات الفنية، ولكن في الأرض، في الميدان، بين يدي الخطر، في الجبهة، في القتال. اختصاصه العلمي ساقه في مسار واضح إلى سلاح الدفاع الجوي، ولذلك كان يترقى في مسؤولية هذا السلاح في المقاومة في الجنوب،
قبل عام 2000. وعندما كان الانتصار عام 2000 والتحرير، كان الشهيد علاء مسؤولا للدفاع الجوي في الجنوب، وبعدها أصبح مسؤولا للدفاع الجوي لكل المقاومة وحزب الله في لبنان. عندما فرضت حرب تموز 2006 على لبنان، كان الشهيد علاء مسؤولا للدفاع الجوي في لبنان ويتواجد في كل المواقع. وعندما بدأت الأحداث في سوريا وبدأ أن الخطر يقترب، وخصوصا في منطقة القصير والقلمون والحدود الشرقية، حيث سيطرت الجماعات المسلحة على الكثير من المدن والبلدات في الأحداث الجارية آنذاك، واستشعرنا جميعا بالخطر، وكان لا بد من التوجه إلى هناك لحماية لبنان ولحماية البقاع ولحماية الهرمل بكل بلداتها وقراها، وحماية بعلبك بكل بلداتها وقراها، ومساعدة الساكنين داخل تلك المنطقة في منطقة القصير الذين كانوا يهددون بالقتل وبالقمع وبالقلع وبالسبي من مختلف الطوائف المتواجدين هناك، وكثير منهم من أصول لبنانية أيضا. كان لابد من التوجه إلى هناك، فكان الشهيد علاء من أوائل القادة الذين حضروا في الميدان منذ المعركة الأولى في تلمندو في ريف القصير، ومنذ أن ذهب لم يغادر الميدان. كان عشقه في الميدان أعاده إلى الميدان من جديد، وهو الذي كان يتولى مهام مركزية ويستطيع أن يقتصر من الحضور في الميدان على ما يحتاجه، ما تحتاجه أو تقتضيه المهام المركزية، لكنه ترك كل شيء وذهب إلى الميدان. هناك كان من بين القادة الأساسيين الذين أداروا المعركة وقاتلوا فيها وحضروا في الخطوط الأمامية، وكان الانتصار الكبير الأول، وأبعد الخطر عن منطقة الهرمل بدرجة كبيرة، عن عشرات الآلاف الساكنين في بلدات وقرى القصير. بعد ذلك بدأ الخطر الآتي من القلمون، وكلكم تذكرون كيف تحولت بعض البلدات في القلمون للأسف الشديد إلى معامل لتصنيع السيارات المفخخة أو لتفخيخ السيارات وإرسالها إلى لبنان، إلى الضاحية الجنوبية، إلى البقاع، إلى الهرمل، إلى النبي عثمان، إلى أماكن أخرى. ولم يكن الحل في أن نقوم بإجراءات أمنية فقط، الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية والمقاومة لحماية بلداتنا وقرانا من السيارات المفخخة، بل كان الحل الأساسي والجذري هو أن تذهب إلى هناك، إلى مصانع السيارات المفخخة، إلى شبكات الإجرام والإرهاب التي ترسل السيارات المفخخة. فكانت عملية القلمون، وكان من قادتها الأساسيين الميدانيين أيضا في الخطوط الأمامية الشهيد القائد الحاج علاء، وكان الانتصار الثاني في القلمون. وهكذا مع بقية المنطقة الحدودية، السلسلة الشرقية إلى الزبداني إلى جود عرسال، إلى أن انتهينا من الواقع الذي يعني حصر الجماعات المسلحة في بعض جرود عرسال، حيث يحيط بهم الجيش اللبناني من جهة وبعض مواقع المقاومة والجيش السوري من جهة أخرى، مما أثر على الفعالية. لا أقول انتهى الخطر نهائيا، ولكنه تضاءل بدرجة كبيرة جدا. وبدليل يعني هم بين هلالين بحكي الموضوع الأمني كلمتين من بوابة الشهيد علاء، وبين هلالين نجد بأنه خلال كل الفترة الماضية
لم تعد تأتي سيارات مفخخة من تلك الأماكن، مش لأنه هني ما بدهم يبعثوا سيارات مفخخة، لأنه ظروف تفخيخ السيارات كما كانوا مرتاحين بالقلمون انتهى. لكن ما زال هناك إمكانية ما في جهود عرسال، الحصار المفروض على هذه الجماعات المسلحة يمنعها أو يساعد على كشف أي سيارات مفخخة يمكن إرسالها إلى المناطق اللبنانية. ولذلك كل الشبكات التي تم اعتقالها خلال الأشهر الماضية وحتى خلال الأسابيع الماضية من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية المختلفة كان يتم تشغيلها مباشرة من الرقة، ويتم تجنيدها في المناطق اللبنانية أو إرسالها من الخارج وإدارتها من الخارج. وهذا يعني أن القاعدة الخلفية الأساسية للعمل الإرهابي الأمني الذي كان يتمثل في القلمون وفي جهود عرسال وفي السلسلة الشرقية والزبداني تراجع إلى الحد الأقصى، ولا أقول انتهى 100%، ولكن تراجع إلى الحد الأقصى. هذا لم يأتي بالمجان، لم يأتي بالبيانات ولا بالاستنكارات ولا بمحض الدعاء، وإنما بذلت من أجله دماء كثيرة جدا من المقاومة ومن الجيش اللبناني ومن اللبنانيين ومن السوريين الذين أيضا قاتلوا بدورهم في الجزء السوري من هذه المعركة. وكان للشهيد علاء كما قلت الأدوار القيادية الأساسية في غرفة العمليات وفي الميدان أيضا. اليوم إذا كنا نحن في مختلف المناطق اللبنانية ننعم بالأمن الذي تتطلع إليه الكثير من شعوب المنطقة ودول المنطقة، فببركة هذه الدماء وهذه التضحيات، هذه التضحيات وهذه الدماء يجب أن نعرف فضلها وأن نعترف بفضلها وأن نشكر لها ولأهلها ولعائلاتها، سواء من شهداء الجيش أو شهداء الأجهزة الأمنية أو شهداء المقاومة، نشكر لهم هذه التضحيات، وهم يدفعون ثمن هذه التضحيات. قبل أيام أحد العسكريين في بلدة عرسال، لماذا يقتل؟ لماذا يقتل من آل عز الدين؟ يقتل لأنه ينتمي إلى هذه المؤسسات التي تقاتل الإرهاب. الجميع يدفعون ثمن مواجهة الإرهاب، ولكن الناس جميعا ينعمون ببركات هذه التضحيات وببركات هذه الدماء. طيب، الشهيد علاء بقي حاضرا في هذا الميدان، لم يغادر على الإطلاق. وفي السنوات القليلة الماضية كان هو المسؤول، يعني كان لدينا مقر قيادي لمنطقة القلمون الزبداني في حراسة الحدود الشرقية للبنان، وكان قائد هذا المقر، وكان الشهيد علاء قائد هذا المقر. في الأسابيع القليلة الماضية كان الاحتدام الكبير في معركة حلب، وقلنا منذ البدايات أن معركة حلب هي معركة مصيرية لكل منطقة، كما هي الآن معركة الموصل معركة مصيرية لكل منطقة. لماذا نتحدث أحيانا عن موصل معركة مصيرية أو حلب معركة مصيرية؟ لأن سيكون لها تداعيات، نتائج المعركة العسكرية والميدانية ستكون لها تداعيات هائلة وكبرى على المستوى العسكري والميداني واستراتيجي والسياسي والحلول السياسية والتطلعات السياسية والتوقعات لدى الأطراف المختلفة. في كل الأحوال كان هذا الاحتدام الكبير، حيث تذكرون أنه تم جمع تقريبا كل الجماعات المسلحة من شمال حلب، من حلب، من إدلب، من مناطق مختلفة، وجيء بحشود جديدة من الخارج عبر الحدود التركية وأجانب كثر، وشنت هجمات واسعة جدا وكبيرة جدا على حلب،
صمد فيها الجيش السوري والقوات الحليفة للجيش السوري في تلك المناطق، وسقط فيها الكثير من الشهداء، ولكن تحققت فيها الكثير من الإنجازات والانتصارات. العالم كله احتشد خلف معركة حلب. على كل، نحن كان لنا حضورنا الممكن، وأنا دائما لا أبالغ في الحديث عن حضورنا في أي معركة في سوريا، وكان لابد من تعزيز الكادر القيادي المتواجد هناك. نحن لنا قادة هناك منذ مدة طويلة يعملون وحاضرون في الميدان، ولكن تم تعزيزهم بقادة آخرين كان من في طليعتهم الشهيد علاء. والشهيد علاء عندما قبيل الاستشهاد كانوا في طور تحقيق إنجاز ميداني، الحمد لله الآن تحقق في نقطة حساسة جدا ومؤثرة في معركة حلب، واستشهد وهو في الخطوط الأمامية، وقضى حياته قضى حياته في هذا الطريق، وأنهى هذا الطريق بالشهادة بالعاقبة الحسنة التي يتطلع إليها كل مجاهد وكل مقاوم وكل عاشق. قضى شهيدا قائدا في هذه المسيرة وفي هذه المقاومة، وعلى طول الخط كان يؤدي الواجب كما بقية المجاهدين والشهداء، ويحقق الإنجازات ويراكم الإنجازات والانتصارات في كل الأحوال. الشهيد على القائد حاتم حمادي قضى في معركة حساسة لها تأثير حاسم في بقعة ما من معركة حلب. هذه معركة، وكان قبلها في القصير معركة، وفي القلمون معركة، وفي السلسلة الشرقية، وفي الزبداني، وفي أماكن أخرى، معارك عديدة وكثيرة في سوريا، في العراق، في اليمن، في إلى آخره. ولكن هذه المعارك الميدانية متعددة ومتنوعة، ولكن هناك معركة واحدة، هناك معركة كبرى. اسمحوا لي هنا أن أقول كلمة مختصرة عن هذه المعركة الكبرى، وأدخل إلى الاستحقاق اللبناني. وأنا لا أريد، يعني هل أنتم بالفلاخة في سير عندكم برد وسعة، على كل حال أسعى قدر الإمكان أن لا أطيل عليكم. هذه في الحقيقة معركة واحدة. نحن منذ البداية، نحن في حزب الله، نحكي عن حالنا، منذ البداية فهمنا، درسنا، بحثنا. والله يا أخواننا، يا أيها السادة والسيدات، نحن ما رحنا لا شوطة عاطفة، ولا قصة أنه متحمسين، ولا قصة أنه حالة انفعال عاطفي أو مشاكل. لا، نحن بالبدايات درسنا الوضع منيح، قرأنا جيدا ماذا يجري في المنطقة ككل منذ بداية الأحداث من تونس وصولا إلى سوريا. شو هي الأسباب بسوريا؟ شو هي الأهداف؟ من هي الجماعات اللي عم تتحرك على الأرض بسوريا؟ ما كنا عم نعمل تحليل نجيبه من وسائل الإعلام، مع احترامي لوسائل الإعلام، هذه مش إهانة لألهم، لأنه أحيانا في شيء بينحكى بوسائل الإعلام ما له أساس من الصحة، في تركيبات، في وسيلة الإعلام مهمتها تنقل الخبر من الواقع، مش تصنع خبر وتفبرك خبر وبعدين ينبنى عليه تحليلات خاطئة. لا، نحن رحنا على المعطيات الميدانية، مين هي الجماعات، ما هي خلفيتها، ما هي ارتباطاتها، من أين مالها، من أين سلاحها، ما هي أهدافها، ما هي ماهيتها وطبيعتها، إلى أين يريد أن يصل هؤلاء. وعلى ضوء دراسة كاملة وافية دقيقة شاملة عميقة لأحداث المنطقة، أخذنا خيارنا. لم يأمرنا أحد أن نذهب إلى سوريا، لم يلزمنا أحد أن نذهب إلى سوريا، لم يحرجنا أحد لنذهب إلى سوريا، ولكن بملء الوعي والفهم والقناعة ودقة التشخيص ذهبنا إلى هناك. الشهيد علاء وكل من سبقه من شهداء، وكل من لحقه في هذه الأيام من شهداء، هم شهداء البصيرة،
والمعركة الواعية والهادفة والواضحة والتي عندنا لا غبار عليها ولا شبهة فيها من أي زاوية من الزوايا. ومضت الأيام تكشف هذه الحقائق التي كانت مخفية على كثير من الناس، وبلشت الوثائق تطلع والأرقام تبين والنوايا والمشاريع وكل واحد شو بده، هاي الدولة الإقليمية وتلك الدولة الإقليمية، وهي الجماعة المسلحة وتلك الجماعة المسلحة، وبلش يبين مين سلح ومين مول ومين سهل ومين جابهم من كل أنحاء العالم ومين حرض ومين عطل الحل السياسي ومين عطل الحوار الوطني في سوريا ومين عم بيعطل ومين عم بيصر على الدمار وعلى القتل وعلى الخراب. كل يوم بعد يوم الأرقام والوقائع تكشف هذه الحقائق للناس، لمن يريد حقيقة أن يرى الحقيقة ويعترف بها ويبني عليها موقفه. اللي ماخذ موقف مسبق أيا تكن الحقائق انتهى بالنسبة له، لكن الذي يبحث عن الحق وعن موقف الحق يجب أن تعني له هذه المعطيات والمستندات والوثائق والأرقام، يجب أن تعني له شيئا في تعديل رؤيته، في تعديل فهمه، في تعديل قناعته، وبالتالي في تعديل موقفه، في تغيير موقفه من الأحداث والصراع القائم فعلا في منطقتنا. يوم بعد يوم تبين أنه لا، المعركة هنا لم تكن فقط معركة إسقاط نظام هنا أو هناك، وتتجاوز، اسمحوا لي أن أقول لكم، تتجاوز المعركة استهداف محور المقاومة، وأنا ذكرت هذا سابقا لا أتي بجديد وإنما أؤكد عليه، وإنما معركة كانت تستهدف إحداث تغييرات وجودية، تغييرات ديموغرافية، تغييرات في الخريطة السياسية وفي تشكيلات الحدود وفي تركيبة الكيانات الوطنية. هناك جماعات بشرية موجودة في المنطقة، أنا ما بدي أخوف حدا، الوقائع قالت هيك. هناك جماعات بشرية موجودة في المنطقة منذ آلاف السنين أو منذ مئات السنين على تفاوت الحال. ما كان يجري في السنوات الماضية كان يهدف إلى اقتلاعها بشريا، رجال، نساء، أطفال، تاريخ، حضارة، ثقافة، كنائس، أديرة، مساجد، أضرحة، مقامات. مش بس اقتلاعها هي، مش بس اقتلاع الوجود البشري والديموغرافي، بل اقتلاع كل ما يمت من التاريخ لها بصلة، ولو كان حجر أو قلعة أو مسجد أو دير أو ضريح أو مقام أو جبل أو حجر على جبل أو أثر في متحف. كان مطلوب مسح كل شيء، مطلوب مسح، هذا في وثائق موجودة، وغير الوثائق السلوك، الأداء، أداء داعش وأخوات داعش من جبهة نصرة وغيرها، وكان جبهة النصرة بحاول عقلنوها شوي. الأداء والسلوك خلال السنوات الماضية يؤيد هذا الاتهام الذي نوجهه إلى هذا المشروع، وإعادة تشكيل خرائط المنطقة. وأنا هنا لا أقصد الحديث عن الأقليات الدينية أو الأقليات المذهبية، حتى في الدائرة السنية كان المطلوب لون واحد وفكر واحد وتكفير ما سواه وشطب ما سواه وإلغاء ما سواه. ولذلك دائما كنت أقول وأصر بالقول أن أشد الناس معاناة من هذه المحنة التي صنعها من صنعها هم أهل السنة في المنطقة، وهم الذين دفعوا الخسائر الكبرى نتيجة هذه المؤامرة وهذا الحقد وهذا التفكير وهذا التخطيط وهذا وهذا. من مواصفات هذه المعركة القائمة منذ سنوات، من مواصفاتها أنه ما في أي ضوابط، ما في شيء، لا قانون دولي ولا قوانين ولا أنظمة ولا ضوابط، لا ضوابط إنسانية ولا أخلاقية ولا قومية ولا عروبية
ولا عرقية ولا ما في شيء، ما في شيء على الإطلاق. في شريعة غاب وكل شيء مباح لتحقيق هذا الهدف، كل شيء مباح لتحقيق هذا الهدف. أن يضحى بالإسلام وبسمعة الإسلام وبقدسية القرآن، معلش. أن تسفك كل الدماء، معلش. أن لا يبقى شيء من قيم، معلش. المهم هناك هدف يريد البعض أن يصل إليه وأن يحققه. في كل أحوال هذه من أهم ومن أخطر مواصفات المعركة الحالية. ولذلك إذا نأخذ حتى بعض الشواهد المعاصرة، يعني أنه طيب يا خي أي معركة بني تستند إلى قانون، إلى قواعد، قواعد اشتباك، قواعد حرب، قواعد صراع. بهذه المعركة ما في قواعد، بكل المنطقة ما في قواعد. مثلا من اليمن حرب تشن على شعب بكامله، دمار هائل ما ترك شيء، حصار لشعب كامل، الملايين الملايين. نحن دائما كنا نصرخ في موضوع حصار غزة. في غزة مليون، مليون ونص، مليونين فلسطيني مظلوم محاصر. في اليمن ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليون يمني محاصر منذ سنة ونصف. طيب شو هي قاعدة هذه الحرب؟ على أي أساس؟ افترضنا بتضرب أهداف عسكرية، عندما ضرب الصالة الكبرى في صنعاء، هلا عم بحكي مش لعيد كلام قديم، طيب شو صار؟ شو انتهى الموضوع؟ وين مجلس الأمن؟ وين لجان التحقيق الدولية؟ وين الموقف الدولي؟ ما في شيء. وين العالم الإسلامي؟ ما في شيء. وين العالم العربي؟ ما في شيء. مئات الشهداء والضحايا في ضربة واحدة، ما حدا بيقدر يدافع عنها، ما حدا بيقدر يقول غلط أو اشتباه. انتهى الموضوع انه عند التحالف السعودي وجماعته، انه والله انعطى معلومات غلط، انقصف، يعطيكم العافيه. انت هلا جم كلمتين، يعني هاي حرب ما فيها قواعد. حتى اذا رحنا على السياسي اليوم مثلا بالعراق، العراقيون بدمائهم واجهوا داعش والحقوا الهزيمه بداعش. والعراقيون الذين قاتلوا داعش ليس الشيعة فقط، الشيعة والسنة والعرب والكرد والتركمان والإيزديين والمسيحيين، الكل على اختلاف أحجامهم وإمكاناتهم. العراقيون في موقف وطني موحد حقيقي في مواجهة داعش، في إجماع حقيقي في مواجهة داعش. والآن يقاتلون لتحرير محافظة الموصل، وليس مدينة الموصل، محافظة بكاملها فيها مدن وبلدات وقرى تحت سيطرة داعش. ثم بيجي مثلا للأسف الشديد بيجي مثلا الموقف التركي بيقول أنا بدي أقاتل بالموصل ولا أحتاج إلى إذن من حدا، ليه؟ دفاعا عن أمني. طيب بالمقابل الحشد الشعبي العراقي اللي هو عراقي ممنوع يقاتل بالموصل وهو عراقي، ممنوع أن يقاتل دفاعا عن أرضه وعن شعبه وعن أهله وعن وطنه وهو العراقي، ويحتاج إلى إذن من تركيا. أما تركيا لا تحتاج إلى إذن لتدخل إلى العراق. والأسوأ من هيك، هذا اللي بيبين الأهداف للي عم بيصير والمنطقة، الأسوأ من هيك أنه بالوقت اللي يقدم العراقيون فيه كجيش وشرطة وعشائر وأكراد وعرب وسنة وشيعة وتركمان وحشد شعبي وحشد عشائري، يقدمون يوميا عشرات الشهداء ومئات الشهداء لتحرير الموصل، تأتي تركيا لتقول أنها تطالب بإعادة النظر باتفاقية لوزان 1923 وأن الموصل لتركيا ويجب أن تعاد إلى تركيا. يا عم الجماعة بيقدموا دم لاستعادتها وتحريرها من يد داعش، هلا بدك اياه طول بالك شوي، ماشي؟ طيب باي ميزان؟ وهذا هو المنطق الذي تخاط في معركه حلب، هذا هو المنطق. غدا سيقال لما بيصير في ياس من السيطره على سوريا وقد يئسوا من ذلك، ومن اسقاط النظام في سوريا وقد يئسوا من ذلك، حيجي وقت ينقال تفضلوا. وهم يأتون الآن بكل هذه الجماعات المسلحة من كل أنحاء العالم
لتقاتل في حلب من أجل أن يأتي يوم يقال حلب لنا لطوكيا وليست للسويويين وليست للشعب السويوي. طيب هذا عم ينكشف يوم بعد يوم. من الأمثلة، وأنا ما بدي أطول أكثر بعد بالأمثلة، من الأمثلة، طيب اليوم العالم كله يدين داعش، العالم كله يعترف بإرهاب داعش وأنها منظمة إرهابية وأنها ارتكبت من الجرائم، من الذبح بالسكاكين اللي شفناه على التلفزيونات، أنها ذبحت من الرجال والنساء، وأنها قتلت، وأنها دمرت، وأنها ارتكبت المجازر، وأنها 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 ارتكبت الفظائع وما يندى له جبين الإنسانية. ثم تأتي الوثائق الأمريكية التي لم تنكرها السيدة كلينتون، ما قالت لا مش صحيح، ما طلعت نفي عن رسائلها اللي تبع الموقع الإلكتروني تبعها، والتي تعترف فيها بأنه من بداية الطريق كانت السعودية ودول إقليمية أخرى تدعم داعش وتمول داعش. طيب داعش مش عملت مثل القاعدة وهي جزء من القاعدة أنه والله 11 أيلول قتل 3000، يا عمي داعش حتى الآن قتلت عشرات الآلاف، ذبحت ذبحا بالسكين المئات بل الآلاف، أعدمت الآلاف، دمرت شعوب، دمرت عائلات، دمرت دول، وما زالت تدمر وتقاتل في سوريا، في العراق، في ليبيا، في مصر، في اليمن، في نيجيريا، في أفغانستان. ثم تعترف وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها أن السعودية ودول أخرى هي مولت ودعمت داعش حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. هل هناك في العالم من يحاكم هذه الدولة التي دعمت أبشع وأفظع إرهاب ارتكب باسم الإسلام وباسم مين؟ مين على العلم؟ اسم مين على العلم؟ الأسود للأسف الشديد، هاي الدويرة المكتوب جواتها محمد رسول الله. هذا متعمد، هذا مش بالصدفة. اسم محمد رسول الله الذي أشرقت شمسه على كل الكون يراد لظلام وسواد داعش ومن يقف خلفها فكرا ومالا ودعما أن يساء إلى هذا النبي، أخطر شيء عمل في هذا الزمان. هل هناك اليوم في العالم العربي، في العالم الإسلامي، في العالم كله، فيما يسمى بالعالم الحر، في مؤسسات حقوق الإنسان التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، في حدا إجا قال يا أخي طيب نحن نطالب بتحقيق مع الدول التي دعمت داعش ومولت داعش وبالتالي تتحمل مسؤولية كل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها داعش؟ يا أصدقاء أمريكا بلبنان، يا أصدقاء أمريكا بالمنطقة، صديقتكم أمريكا، عزيزتكم هيلاري كلينتون، هي تقول أن السعودية ودول أخرى بالاسم هي التي مولت ودعمت وقوت وسهلت عمل داعش في المنطقة، حتى هي تقول أكثر مما أراده الأمريكيون. يعني هي فاتت معهم بالنقاش، الأمريكي بده يوظف داعش لأهداف محددة، هوديك عم يدعمه يمكن أكثر من تحقيق الأهداف اللي بدهم إياها الأمريكان. هذه المعركة الموجودة الآن في المنطقة لا تعالج بأن ندس رأسنا في التراب، لا تعالج بالانهزامية، ولا تعالج بالحيادية، ولا تعالج بالبيانات والاستنكار، وإنما تعالج بالحضور الحقيقي في هذه المواجهة على كل صعيد سياسي، إعلامي، نفسي، ميداني، اجتماعي، ثقافي، ولا أن الخطر هو يحدق بالجميع ويستهدف الجميع. هذه المعركة التي استشهد فيها شهيد القائد الحاج علاء هي معركة قائمة ومستمرة، نحن سنواصل تواجدنا فيها. ما قاله قبل قليل وسمعتموه وسمعه المشاهدون، هذا الفتى الكربلائي الحبيب علي رضا ابن الشهيد، هذا يعبر عن ثقافة أجيالنا، عن الوعي، عن البصيرة، عن الفهم، عن القناعة،
هذا ليس تلقين. علي وده كان عم يحكي من قلبه، من أعماق روحه. كلياتنا بنعرف نحن اللبنانيين جاوبنا، لأنه كثير عنا حكي وسائل إعلام وإطلالات تلفزيونية ومقابلات تلفزيونية، ببساطة بنقدر نعرف مين اللي عم يحكي عن من قلبه، من أعماق روحه، ومين اللي عم بينافق على الناس وعم بيكذب على الناس وعم بيدجل على الناس. علي رضا ابن الشهيد عم يحكي من أعماق قلبه، وهذا عمق قلوب كل أبناء هذه المسيرة الذين لن يخلوا الساحة. وأنا قلت يوم العاشر من محرم، وأعود وأختم هذا الجزء من الكلام بهذه الجملة: لكل الذين في لبنان يعدون علينا شهداءنا. حتى للأسف الشديد مثلا بعض وسائل الإعلام، بعض الجهات، عندنا إخوان بطبيعة الحال نحن مسيرة يعني عمرنا هلأ 34 سنة، لما بلشنا فيها بعض الشباب كان أعمارهم 18 20 25، بعض الإخوة 30 40، فهلأ في جيل من حزب الله صار أعمارهم 70 سنة 60 سنة 70 سنة قرابة 80 سنة. طبيعة الحال نحن بشر أيضا، بنمرض بنتعب، فبعض إخواننا مثله مثل بقية الناس اللي بهالبلد، ممكن حدا يبتلى بمرض عضال، ممكن حدا يتوفى بحادث سير. فكلما توفي أخ من إخواننا بحادث سير أو بمرض عضال بيطلعوا نحن بنقول الفقيد فلان الفلاني ونحتفل به ونشيعه، يطلع وسائل الإعلام ليقولوا لا هذا قتل في سوريا ولكن حزب الله ينعاه فقيدا، عيب عليكم. ليش نحن نخجل بشهدائنا في سوريا؟ نحن نفتخر بشهدائنا في سوريا، نفتخر بالشهيد حاتم، بالشهيد علاء، بالشهيد سيد ذوالفقار، بالشهيد علاء، بالشهيد أبو محمد الإقليم، بسيل طويل عريض من الشهداء، قافلة من الشهداء. أنا قلت يوم العاشر وأريد أن أختم بهذه الجملة: لمن يراهنون على تعبنا أو تعب عائلاتنا. بطبيعة الحال هناك الآلاف من المجاهدين المقاتلين من إخواننا موجودين في الجبهات بشكل يومي، وخلفهم بالتالي آلاف العائلات التي تتتبع أخبارهم. من يراهن على تعبنا عليه أن ييأس. نحن قاتلنا إسرائيل من 82 لل2000 إلى أن صنعنا التحرير، ولما حررنا بال2000 نحن وبقية فصائل المقاومة ما رحنا قعدنا بيوتنا ولا رحنا شمينا الهواء، وإنما رحنا نجهز للمعارك الآتية التي نعرف أن إسرائيل ستشنها لأنها صاحبة مشروع وأطماع في لبنان وفي المنطقة. نحن قوم لا نمل ولا نتعب، لا من الوقت ولا من الحرب ولا من الشهداء ولا من الجراح ولا من الجوع ولا من الحصار ولا من الاتهام ولا من الظلم. هذا جزء من إرثنا الثقافي، هذا جزء من الجينات تبعنا، هذا مش شيء له علاقة بالتركيب الحزبية أو بالمدرسة التنظيمية، هذا جزء من ماهيتنا، من الدم الذي يجري في عروقنا. نواصل حتى آخر الخط. وأقول لكم اليوم في ذكرى هذا الشهيد القائد وفي هذه البلدة الطيبة التي قدمت شهداء قبل الشهيد علاء، وفي جوارها بلدة كيفون أيضا شقيقتها كيفون التي قدمت شهداء أيضا في هذا الطريق، نحن سنواصل حتى آخر الخط. ولا يراهن أحد لأي اعتبار من الاعتبارات على انكسارنا أو انهزامنا أو تراجعنا أو ضعفنا أو مشاكل. الحالة الوحيدة أنا كنت طالب من الإخوان أن أعطوني إشارة حول وضع الطقس عندكم، لأنه إذا سقع كتير لحتى كنا نختصر. هلأ قالوا لي الطقس ممتاز، علقته يعني. بالنسبة إلينا الحالة الوحيدة التي تعيدنا إلى لبنان هو الانتصار في سوريا فقط. عندما ينتصر هذا المحور في سوريا، عندما يسقط المشروع الآخر في سوريا، مشروع التقسيم، مشروع السيطرة
على سوريا من قبل الجماعات التكفيرية، ومن يقف خلف الجماعات التكفيرية نعم حينئذ لا يعود هناك أي سبب لبقائنا في سوريا. نعود كمقاتلين إلى لبنان أو وبعدها نذهب إلى سوريا كزوار، كإخوة، كأشقاء، كسواح، كجيران. هذه الحالة الوحيدة. وأنا أقول لكم في كل أحوال من خلال كل مجريات المنطقة، المشروع الآخر عانى من إخفاقات كبيرة جدا وخطيرة جدا، ومعالم الفشل تتضح، وانسداد الأفق أمامه في الكثير من الأحوال أيضا واضحة وبينة. في الحد الأدنى نحن الآن في العام الخامس أو السادس، أقول لكم على كل المحاور والجبهات أستطيع أن نقول نحن حتى الآن منعنا الجماعات التكفيرية وهذا المشروع الخطير في المنطقة أن يحقق الانتصار الذي يريد، وألحقنا به الهزيمة في الكثير من المعارك وفي الكثير من الجبهات. نحن يعني كل هذا المحور، حزب الله جزء من هذا المحور، وما نتطلع إليه هو الانتصار الحقيقي، لأننا ندافع حقيقة، ندافع عن أمتنا، عن شعوب أمتنا، عن تاريخها، عن حضارتها، عن دينها، عن أديانها، عن مقدساتها، وعن وجودها البشري، وعن كرامتها، وعن عزتها. في الشأن اللبناني، الشأن اللبناني بده نقطة مي يعني. لا شك أن في الأيام القليلة الماضية حصل تطور مهم جدا، وهو إعلان رئيس تيار المستقبل دعمه وتأييده لترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام إنجاز الاستحقاق بشكل واقعي في الموعد المقبل. بالرغم من أن خطاب الإعلان من قبل رئيس تيار المستقبل كان تصعيديا ضدنا، يعني هو بده يعلن ترشيح العماد عون هجم علينا نحن يعني من أول كلمة لآخرها، مع ذلك أنا لن أقف عند هذا الموضوع، وإن كان لنا حق رد ولكن لن نرد الآن، بعدين إذا احتاج الأمر. أنا أريد أن أخذ الجانب الإيجابي من الخطاب، لأن نحن نريد أن نصل إلى نتائج إيجابية لمصلحة البلد. المرحلة بشكل عام بالتأكيد هي تحتاج إلى ترفع، ترفع عن الحساسيات، ترفع عن الحسابات، وحتى ترفع عن التوصيفات. نحن اخترنا الصمت الرئاسي كما يقولون في الإعلام، المصطلح مش نحن عملناه بس قرينا انه بيقولوا الصمت الرئاسي، مش لانه موقفنا غير واضح او لانه عنا التباس بالموقف او تردد او اعادة نظر او حسابات، لا، بل لاننا لا نريد. هل عادة انا بخطب، اخواني بيخطبوا، العلماء، النواب، المسؤولين، بالنهاية لما بدنا نحكي ممكن كلمة زايدة، كلمة ناقصة، نحن تبانينا أنه يا إخوان نحن نريد لهذا الاستحقاق أن ينجز، فلا نريد أن نقول كلاما يستفز أحدا، ولا نريد أن نقول كلاما يزعج أحدا، ونريد أن نبتعد عن كل أدبيات الربح والخسارة والانتصار والهزيمة، ومن كان معه حق ومن ما معه حق ومن عليه حق، والنوايا والأهداف. خلونا بعاد عن هذا الموضوع كله، اللي بده يوصف هو حر يوصف، لكن نحن كحزب الله لا نريد أن نقارب المسائل بهذه الذهنية ولا بهذه الطريقة. وأعود وأقول لكم لأننا لا نريد أن نزعج أحدا ولا أن نستفز أحدا، خصوصا
في الأيام القليلة الماضية كان شوي في مشاعر هيك وبعض الانفعالات المعينة، وبطبيعة الحال أي موقف بحجم الموقف الذي أعلن عنه قبل أيام سيترك تداعيات في الساحة، عند من يؤيد وعند من يرفض وعند من يعترض وعند بهالوقت اللي أنا حأحكي فيه عن الاستحقاق الرئاسي حأحكي بهذه الروحية أيضا. ونحن نريد في الحقيقة بعيدا عن أي ضجيج إعلامي أن نعمل فيما بقي من وقت متاح لمواكمة الإيجابيات ومعالجة العقد ما أمكن. في هذا السياق يجب أن أؤكد على ما يلي. أولا، واللي ناطر قال ألفي ناس ناطرين، بعض الناطرين موقف حزب الله شيء غريب، مع ذلك حول موقف حزب الله يعني. أولا، كل ما يجري عندنا يمكن مقاربته من خلال حوار. كل هاي المستجدات السياسية اللي عرضت طرأت على الساحة أكيد سيعالج من خلال حوار ويقارب من خلال حوار. وأنا أؤكد لكم ليس هناك أحد لا في الحلفاء في الأصدقاء ولا في الخصوم، وأنا بحكي عن اثنين، ليس هناك أحد يفكر بعقلية الفوضى ولا بعقلية العودة إلى الحرب الأهلية. وما نسب إلى قيادة حركة أمل أو إلى حركة أمل من كلام من هذا النوع غير صحيح، وأنا أعلم أنه غير صحيح، وقيادة الحركة نفته بشكل حاسم. لكن للأسف الشديد بعض الجهات وبعض الجهات الإعلامية، بعض الجهات السياسية وبعض الجهات الإعلامية، وبرغم من النفي القاطع والحاسم لقيادة حركة أمل لهذا الكلام، ما زالت تشتغل عليه للتخويف وللتحريض ولإيجاد مناخات سيئة في البلد. إذن النقطة الأولى أؤكد ليس هناك أحد يفكر بهذه الطريقة، وأي أيا كان الموضوع السياسي صعب أو شاق أو معقد، من خلال حوار، من خلال النوايا الطيبة، من خلال إيجابية يتم مقاربته ومعالجته أو تدوير الزوايا فيه أو تنظيم الخلاف حوله. ثانيا، من المسلم به أيضا عند الجميع، وأنا أؤكد لكم بشكل قاطع وحاسم وجازم، يعني مثل ما بدي طمئن بهذه الجهة كمان بدي طمئن بهذه الجهة، ليس هناك أحد الآن في لبنان يفكر بعقلية إدارة ثنائية للبلد، لا ثنائية على أساس مذهبي ولا ثنائية على أساس طائفي ولا ثنائية على أساس حزبي. الجميع لديه من الوعي ومن المعرفة ومن تراكم التجربة ما يجعله يعتقد ويجزم ويستوعب تماما أن لبنان المركب بهذه الطريقة لا يمكن أن يدار ولا يتحمل أن يديره أي ثنائي، مهما مثل هذا الثنائي في البلد من قيمة سياسية أو شعبية أو غير ذلك. وبعتقد أنا شخصيا أنا ألمس هذه القناعة عند الجميع، عند الحلفاء وعند الخصوم. لكن في هذه النقطة كمان لنكون شفافين وصريحين، في بعض المعطيات وفي بعض المعلومات أثارت قلقا في مكان ما، يجب أن يعالج هذا القلق. كما كنا نقول في السابق لا تديروا ظهوركم، أيضا نقول الآن لا تديروا ظهوركم. هناك نقاط قلق لها أسبابها، ونحن وأنتم في الحد الأدنى القيادات السياسية تعرف أسبابها، يجب أن نبادر جميعا لمعالجة نقاط القلق هذه. في هذا البلد نحتاج إلى مستوى معين، حتى لو لم تتوفر الثقة الكاملة، مستوى معين من الثقة بما يفكر به فلان أو فلان أو فلان أو الجهات الفلانية، ويجب أن نصارح بعضنا البعض بنقاط القلق وأن نعالج نقاط القلق هذه، وهذا أمر ممكن. المسألة الثالثة، نحن
كنا دائما نقول في السابق عندما كنا نطالب كحزب الله بممارسة جهد معين باتجاهات معينة. هلا عم تشوفوا احيانا عم اجمل لانه بدي اترك المجال للعمل. باتجاهات معينة لانهاء هذا الاستحقاق الرئاسي بشكل ايجابي ومطلوب. وكنا دائما نقول طيب هناك طرف اساسي في البلد اسمه تيار المستقبل، عندما يعلن موقفه ويحسم امره حينئذ هذا يشكل قاعدة انطلاق لنناقش ونتواصل ونبحث أكثر من أي وقت مضى مع بقية أصدقائنا وحلفائنا في هذا الاستحقاق. وكنا نحن سابقا دائما كنا على نقاش ما بيننا وبين حلفائنا، لم ينقطع هذا النقاش في يوم من الأيام، مش أنه ما كنا عم نحكي. هلأ بعض الناس بيقول لك ما عملوا جهد، مين قال ما عملوا جهد؟ لكن جهد بمعنى شو؟ بمعنى نتناقش ونتحاور ونقيم الأمور ونطلب مثلا إعادة دراسة المسائل ونبحث عن مخارج. أما البعض يفهم الجهد هو ضغط، يفهم الجهد هو هو بطريقة محتوى تبعية مثلا. هذا طبعا شيء يحتاج إلى تعديل بالثقافة السياسية، للأسف ليس فقط عند بعض الناس، حتى عند بعض القيادات السياسية يجب إعادة النظر بهذه الثقافة. لما منقول حلفاء، حليفان، حليفان يعني اثنين، يعني مش جهة واحدة، مش حزب واحد، مش تنظيم واحد، مش قيادة واحدة، يعني قيادتان وتنظيمان أو تياران أو حزبان أو جماعتان يلتقيان في مساحات واسعة من المشتركات ويختلفان في أمور. إذا كانوا حلفاء بنظموا الخلاف وبيمشوا محل ما هو مشترك. التحالف لا يعني التبعية، التحالف لا يعني كل ما أخذ حليف قرار لازم الكل الحلفاء يلحقوه، هاي اسمها تبعية. في بعض الناس بلبنان بيفهموا التحالف تبعية وسقفوا قواعدهم على هذا الأساس، ولذلك عندما يختلف حليفان في موقف معين أو في تشخيص معين أو في مقاربة معينة بيجي دغوي بيشتغلوا على نقطة الخلاف لإحداث شوخ وفتنة بين هذين الحليفين، وهذا أمر خاطئ. هذان الحليفان يتفقان في الكثير من المسائل، قد يختلفان على بعض المسائل، لكن إذا كان التحالف بينهما، أنا عم بحكي هاي المقدمة لأنه في شيء بدي أحكيه بالتفصيل، إذا كان التحالف بينهما قائم، إذا كان التحالف قائما على قاعدة الثقة والمودة والقناعة والفهم والمساحة المشتركة الواسعة، فأي خلاف في أي موقف صغير أو كبير لا ينسف التحالف ولا يفسد في الود قضية. نحن هكذا نفهم التحالف، ولذلك منذ دخولنا في الحياة السياسية نتعاطى مع حلفائنا باحترام، ونريد أن نتعاطى معهم باحترام. نحن لا نأمر حلفائنا ولا هم في موقع من يقبل أن توجه إليهم الأوامر، لهم شخصيتهم ولنا شخصيتنا، ونحن لا نضغط على حلفائنا، نحن نتحاور. إذا قبلوا اقتنعوا بالنهاية بيعملوا اللي هن مقتنعين فيه، اللي بيرضي ضميرهم، اللي بينسجم مع مبادئهم. بعض الناس بيقول لك اضغطوا على فلان وفلان 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 والجهة الفلانية والجهة الفلانية، نحن لا نفعل ذلك. نحن عندنا موقف عام، نخدم هذا الموقف العام بما نطيق بما نستطيع، ومع حلفائنا نتحاور. هيك بنفهم التحالف. بكل الأحوال الآن بعد هذا الإعلان نحن بدأنا جهدا، سنواصل الجهد، يعني أنا بعطيكم علم ولكن دون دخول في التفصيل، سنواصل الجهد. ما نتطلع إليه هو أن نصل إلى استحقاق رئاسي هادئ معقول مطمئن، حيث نستطيع أن نعالج العقد، حيث نستطيع أن نحل المسائل، حيث نستطيع أن نقوي وجهات النظر. نحن بدأنا ببذل جهد على هذا الصعيد وسنكمل إن شاء الله، لكن هل نوفق أو لا نوفق هذا متروك للوقت. رابعا، على طول الانتخابات الرئاسية، على طول الخط، انطلاقا من النقطة الثالثة، للأسف الشديد مثل ما حكيت سابقا
في أطراف سياسية، هل ما بدي أحكي عن الإعلام، خلوا الإعلام على جنب، في قوى سياسية همها وغمها كان كيف تستفيد من التنوع أو الاختلاف في وجهات النظر حول الاستحقاق الرئاسي لإيجاد شرخ أو خلاف، بل فتنة، وهي تتطلع إلى فتنة. أنا ما عم سيء ظن، أنا مؤمن باللي عم أقوله، تتطلع إلى فتنة بين أمل والتيار بين عفوا حزب الله والتيار الوطني الحر، يعني ما بينهما، وبين حزب الله وحركة أمل، وبين حزب الله وتيار المردة، وحزب الله وبقية الحلفاء، بمعزل عن موقف بقية حلفائنا في تأييد العماد عون أو تأييد الوزير سليمان فرنجي. للأسف الشديد هذا الموضوع عم ينشغل عليه من بداية الانتخابات، لكن بالأشهر الأخيرة خصوصا. بالشق اللي له علاقة بيننا وبين أمل، لأنه بختم بالشق اللي له علاقة بيننا وبين التيار وبقول موقفنا ونخلص من هالسالفة كلها. يعني بالشق اللي له علاقة بيننا وبين إخواننا بحركة أمل، أنا أود أن أقول لهؤلاء ولكل المراقبين والمتابعين إن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله على المستوى القيادي وعلى المستوى القاعدي وعلى المستوى الشعبي هي أعمق وأقوى وأصلب من أن تنال منها كل هاي الفبركات والسوالف والاستغلالات السيئة التي يلجأ إليها البعض. وأقول لكم هي أقوى بكثير. ما هو قائم من علاقة على قاعدة فكرية وعلى قاعدة عقائدية وإيمانية وسياسية وثقافية ووحدة المنشأ، وعلى المستوى العاطفي وعلى مستوى المودة والقرب النفسي، هي أقوى وأصلب من أن تنال من هذه الأمور. فيما بيننا وبين حركة أمل وبالخصوص شخص دولة الرئيس الأستاذ نبيه باوي هو أعمق بكثير، سواء كحركة وحزب، وأيضا اسمحوا لي أن أقول أيضا على المستوى الشخصي بيني وبينهم، وأنا أعرف هذا وهو يعرف هذا، وفي الحزب وفي الحركة يعرفون ذلك. في المسائل التي قد نختلف فيها نحن نتفاهم طبعا، حتى في موارد الخلاف التي نتفاهم حول تنظيمها وإدارتها، البعض يحاول أن يقول توزيع أدوار، قولوا اللي بدكم إياه معلش. مثلا في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس حضرنا جميعا، لأنه كان في أمان دستوري اسمه أي شخص بده تلتين الأصوات، وما في مرشح حائز على تلتين الأصوات، ففي أمان دستوري رحنا شاركنا بصراحة. بالجلسة الثانية طيب تشاورنا، دولة رئيس قال أنا رئيس مجلس، بمعزل أنا مين بدعم ومين برشح، وبمعزل أنه إذا أنا حضرت وصار في نصاب مين يتم انتخابه، أنا رئيس مجلس، أنا وكتلتي ما فينا نغيب حتى لخدمة هذا الهدف السياسي المشروع نتيجة موقعي كرئيس مجلس، وهو منصف في هذا وده حقه الطبيعي. طيب دولة رئيس وكتلة التنمية والتحرير أخذت قرار أن تحضر كل الجلسات وما غابت عن الجلسات ولا يوم، وكتلة الوفاء للمقاومة أخذت قرار أنه تغيب، يعني أمل حضرت وحزب الله غاب. خير إن شاء الله، هذا اختلاف في الأداء، هذا مش توزيع أدوار. هو تفهم موقفنا، لو نحن قلنا نحن بصدق ندعم العماد عون، إذا أتينا وشاركنا في جلسة سينتخب غيره، هذا لا يتناسب ولا يتلائم مع صدق التزامنا مع العماد عون في مسألة انتخاب الرئيس. فهو تفهم موقفنا ونحن تفهمنا موقفه، هن حضروا ونحن غبنا، هذا ما توزيع أدوار، هذا اسمه حلفاء بيتفهموا بعض وبيفهموا بعض وبيحترموا بعض. طيب بعدين بالترشيحات مشيت الأمور، ما بدي أرجع أخذ كتير وقت عليكم، إلى أن وصل
موضوع ترشيح رئيس تيار المستقبل للوزير سليمان الفرنجي. نحن كان عندنا التزامنا، دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري والإخوة في حركة عمل لديهم حيثياتهم ولديهم منطلقاتهم ولديهم أسبابهم. لما واحد بيقعد بناقشهم بيقول لك 1 2 3 4 5، أخذ خياره بدعم ترشيح الوزير الصديق سليمان فرنجي. نحن بقينا على هذا الموقف وهو كان عنده هذا الموقف. طيب، ما كان توزيع أدوار، أنا برجع بقولكم كان تفهم وتفاهم. على كل حال نحن بنتفهم موقفه وحيثياته ومنطلقاته، وهو أيضا يتفهم موقفنا وحيثياتنا ومنطلقاتنا. وإلى الآن وصار جهد وتواصل وحكي ونقاش وتقييم كبير بيناتنا في الموضوعات السياسية، موضوع البلد، موضوع الرئاسة، موضوع ما بعد ما قبل، إلى أين كنا نضع بعضنا في الأجواء. وكان في القراءة السياسية لما يمكن أن يحصل ممكن يكون في أحيانا تفاوت بسبب تفاوت المعلومات والمعطيات بيناتنا، ولكن ولا لحظة من اللحظات كان أحدنا يشك بالآخر، أو كان أحدنا يتهم الآخر، أو كان أحدنا يفترض أنه عم يتحرك من وراء ظهر الآخر. كل شيء نحن كنا نحط إخواننا بالجو، هم كانوا يحطونا بالجو، لأنه هذا بيعزز الثقة. الثقة مش كلمة بتنقال على المنبر وقصيدة شعر بنمدح بعضنا البعض فيها، الثقة هي ممارسة وبتجي من الممارسة وبتتعزز بالممارسة. طيب، وصلنا إلى هذه النقطة الآن، ونحن عندما نذهب إلى الجلسة المقبلة في كل الأحوال سنذهب متفاهمين متفهمين. قد نختلف في التصويت، قد نختلف في الموقف، قد نتفق، هذا كله صار له علاقة بنقاشات الأيام المقبلة، ولكن يعني أنا خلي كل الفرضيات مفتوحة حتى ما نقول الأمور مسكرة 100%، لا. ولكن أيا يكن خيارنا السياسي في الانتخاب الآتي أو خيار حركة أمل السياسي في الانتخاب الآتي، هذا لن يفسد في الود قضية. وكما كنا في هذا الموقع في الموضوع الرئاسي من خلال التزامنا في الموقف منذ البداية أهل الصدق والوفاء مع الحليف، على طول المسار الآتي نحن سنكون أهل الصدق والوفاء مع الحليف. الحليف في كل موقف نتفق عليه أو نلتزم به أو نبني عليه ونؤسس عليه لن يجد منا إلا الصدق والوفاء. نحن أيها الإخوة والأخوات، نحن في ذكرى الشهيد القائد، في أسبوع الشهيد القائد الذين نقدم الدماء، صدقوني نحن ما نتطلع إليه أن يكون هذا البلد آمنا، أن يكون بلدا طيبا، أن يكون بلدا متماسكا، أن يكون بلدا متفاهما ولو على حسابنا. نحن لا نريد شيئا لأنفسنا. في كل المناقشات السياسية السابقة هلا بقول لك هاي حكومة حزب الله وحكومة حزب الله، وحشوفوا شو طلعنا نحن من كل هاي الحكومات. نحن ما نتطلع عليه هو هذا الوضع الوطني والمستقبل الوطني. ولذلك أختم في هذا الشق وأقول الأيام والأسابيع المقبلة ستثبت ذلك. العلاقة بين حزب الله وأمل أقوى وعصية على أي محاولات لإثارة نزاع أو خلاف، فضلا عن فتنة، لإثارة نزاع أو خلاف. نحن كتيارين كبيرين سياسيين شعبيين، نعم أحيانا ممكن بهالضيعة بهالبلدية بهالمختار يصير خلاف، ما هذا عم بيصير داخل الحزب الواحد وداخل التنظيم الواحد وداخل التيار الواحد، وبتشوفوا بعدين المحاكمات الحزبية والفصل والطرد، هاي جزئيات بسيطة، لكن بالمسار العام هذا هو الواقع، ما حدا يراهن عليه. كذلك الحال فيما يعني صديقنا العزيز الوزير سليمان فرنجي، الذي طبعا نحن نقدر موقفه وتعاطيه الشريف معنا في هذا الاستحقاق منذ اللحظة الأولى الذي أعلن فيه ترشيح رئيس تيار المستقبل لمعاليه، يعني لمعالي الوزير، أنه كمرشح لرئاسة الجمهورية. واتفهم موقفنا بالبعد الأخلاقي وبالبعد السياسي. هلا سليمان بيك يعني المودة والمحبة طبعاً، وقت بيحكي عن كثرة الأخلاق، لا كثرة الأخلاق أكيد منيحة. فهو مش بس اتفهم، هو أيضاً على المستوى السياسي
على مستوى الأداء ما بس، يعني من موقع الحليف الشريف في هذا الاستحقاق وفي هذا الموقف. بالتالي هاي العلاقة تستمر مع بقية حلفائنا. هذا نحن على تواصل، هلا هاي الأيام حنتواصل أكثر لنشوف إلى أين نصل في المسائل. النقطة الأخيرة هو فيما يعني نحن وتكتل الإصلاح والتغيير والتيار الوطني الحر، وبالتالي الموقف اللي قال كثير بالبلد ناطرينه، مع أنه معروف يعني محفوظ عن بصم. أيضا في موضوع التيار الوطني الحر، للأسف الشديد وبالإذن من العماد عون صديقنا وحليفنا وعزيزنا، وأيضا من أخونا وصديقنا رئيس التيار، بدي شوي خاطب قواعد التيار الوطني الحر. لأنه هلا التيار هو تيار، يعني بالنهاية يمكن ما عنده بعد الخلايا الحزبية التنظيمية اللي بتجي التوصيات من فوق لتحت وبتنضبط الأمور. بالنهاية الشباب والصبايا بالتيار بيتأثروا باللي بينقال في وسائل الإعلام، باللي بينكتب على مواقع التواصل الاجتماعي. كصديق لألكم، صديق مخلص إن شاء الله لألكم، بتمنى تسمعوا مني هالكلمتين ونحن على نهاية الشوط إن شاء الله تبع الاستحقاق الرئاسي. ما تسمحوا لحدا يستغل أو يوظف أو يسيء للعلاقة بيننا وبينكم، أو يحاول يشوه هذه العلاقة بيننا وبينكم. ما بدي فوت بالأسماء، كل العالم عارفاني الحرف الأول من الاسم والحرف الأخير. ما تسمحوا لهذا الموضوع. إنه والله مثلاً طيب إنه حزب الله إنه عن جد هو بده العماد عون؟ لا، ما بده العماد عون. أخي أنت كيف يعني بتعلم بالغيب؟ يعني أنتو هاي الجهة، حتى ما أحكي مع شخص، أنتو يعني بتعلموا بالغيب، تعلمون ما في الأنفس؟ شو يعني بتشتغلوا فلك بصارين، بتضربوا بالرمل بالمندل؟ شو يعني انه صار جلسة من المفترض انه تنتخب العماد عون وحزب الله ما نزل قاطع الجلسة وما انتخب العماد عون حتى تجي تحكوا هاي اللغة وهاي المنطق؟ من اول لحظة حزب الله لا عم يكذب على العماد عون، عم بيخادع، ما بده، عم بيقطع وقت. اصلا حزب بعدين اجوا قالوا لما اخذنا الموقف انه التزمنا بترشيح العماد عون بالرغم من ترشيح صديقنا الوزير سليمان فرنجية، ما طلع معهم انه هذا الموقف بيعبر عن التزام معين. طلع معهم ها حزب الله اصلا ما بده رئيس، لا بده لا سليمان فرنجية ولا بده ميشيل عون. يعني انتوا قاعدين بعقولنا بنوايانا؟ يعني مثلا هذا امر معيب بالبلد انه ينشغل بالناس بهذه الطريقة. لا، حزب الله من اليوم الاول كان بده انتخابات رئاسية، من اليوم الأول. لو تاني يوم كان في جلسة يعتقد نعتقد فيها أنه إذا حضرنا سينتخب فيها العماد عون رئيس الجمهورية لحضرنا من اليوم الثاني، وهذا محسوم. وحزب الله يريد انتخابات رئاسية ويريد رئيسا، ومن أول يوم التزم فيه مع العماد عون هو من ذاك اليوم وإلى اليوم. وفي ناس أخذوا علينا إنه بعض إخواننا شوي يتحمس ليأكد أكثر، قال لألف سنة. طبعا ما حنضل عايشين ألف سنة، بس هذا مبالغة في اللغة العربية لنقول إنه هذا نهائي. يعني فهذا موضوع نهائي بالنسبة لنا. طيب، بالأيام القليلة الماضية كمان كتب هذا التوظيف السيء. يعني بدال تعرفوا هلأ حزب الله بيقدر يضل على التزامه مع العماد عون ووفي للعماد عون ولهذا الالتزام، وما يخلي يصير انتخابات رئاسية بالموعد الجاي. مش انه والعياذ بالله بيروح على شيء غير سياسة واعلامي، لا. انا هلا بقدر اطلع على التلفزيون واقول لكم يا جماعة نحن نؤيد انتخاب العماد عون، ولكننا نرفض تولي، مثلا نرفض تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة. طار الاستحقاق الرئاسي. هلا أنا بدي بقول هالجملة بيطير الاستحقاق الرئاسي، لأنه ما في شيء كان ببلاش، ما في شيء كان ببلاش. بقي جدل أكثر من شهر إنه طيب إذا انتخبنا العماد عون رئيس جمهورية يعني رئاسة الحكومة شو؟
وأخذوا جواب من العماد عون ومن الأستاذ جبران باسيل، مع ذلك أصروا يسألونا ويسمعوا منا. نحن قلنا لهم نحن لا نمانع، ما عندنا ممانعة. وهذا موقف كبير بكل المقاييس، السياسية والنفسية والمعنوية. هلا إنه العالم عم بتضحي، نحن كمان، أنا بحب لكم اليوم نحن عم نقدم تضحية كبيرة جدا عندما نقول نحن لا نمانع بأن يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة. واعرفوا هذا الشيء بكل المعايير، هاي تضحية كبيرة جدا. طيب كان نحن بنقدر نقول له للعماد عون يا جنرال نحن ملتزمين معك، بينتخبوك منصوت معك، بس ما لنا شغل. نحن ما ولا يوم التزمنا معك بأنه والله فلان بيكون رئيس حكومي أو ما بيكون فلان رئيس حكومي، وهذا لا يتنافى مع التزامنا الأخلاقي مع العماد عون. نحن اشتغلنا وقبلنا مشان يمشي البلد، مشان يمشي الاستحقاق، مشان ينفتح الطريق، مشان ينتهي الفراغ. هذا لازم يكون واضح عند كل اللبنانيين. في حكي كتير ممكن أنا اليوم أجي استغل الخطاب اللي قاله الرئيس سعد الحريري لترشيح العماد عون ويرد عليه بخطاب قاسي جدا. وأنا لا تنقصني لا المعطيات ولا الحقائق ولا اللغة ولا الأدبيات، ويتوتر البلد كله وبيروح الاستحقاق الرئاسي 6 7 أشهر لقدام، وتقعوا من نلم البلد. نحن ما تصرفنا هيك، لأنه نحن بدنا استحقاق رئاسي وبدنا انتخابات، ونحن نريد بصدق أن يصل المرشح الذي دعمناه منذ اليوم الأول إلى قصر العام. هذا حقيقة موقفنا. حبيت اشرح الموضوع للبنانيين كلهم يكونوا بصورته، لكن حبيت يكون خطابي مباشر لقواعد التيار الوطني الحر. اتمنى انه ان شاء الله يجي وقت، طبعا كتار منهم لا هن مستوعبين وفاهمين الموقف تماما، لكن بضل في وسط معين يتأثر. اتمنى انه هاي التجربة ينبنى عليها حصانة بعدين ممكن بأي قضايا سياسية، مثل ما بنختلف نحن وأمل، نختلف نحن والتيار الوطني، نختلف نحن والمردة، نختلف نحن وبقية حلفائنا. هذا لا يجوز أن ينسف تحالفا أو يستبدل الود بالعداوة وبالحقد. هاي التحالفات انبنت على أيام صعبة، على تضحيات كبيرة، وعلى آمال إلى علاقة بالمستقبل. يجب أن نحرص عليها ونحافظ عليها. أختصر القول لكل من ينتظرون، وأنا برجع بضحك لما بقول ينتظرون، موقف حزب الله من الانتخابات الرئاسية المقبلة. عندما تعقد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس، كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر هذه الجلسة إن شاء الله بكامل أعضائها، وستنتخب العماد ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح رئيسا الجمهورية. وإذا بيقبل قانون المجلس، إنه نواب كتلة الوفاء والمقاومة يفتحوا الورقة هيك قدام الكاميرات لكل العالم يشوفوا إنه مكتوب اسم ميشيل عون محافظ الألقاب، أنا بطلب، كنا عم نناقش هذا الموضوع مع الإخوان، لأنه للأسف الشديد بهذا البلد في مكان ما في قلة أخلاق وفي قلة ضمير إلى حد أنه بعد الانتخابات بالنهاية في ناس ممكن تصوت للوزير سليمان فرنجية. أكيد في ناس حتصوت للوزير سليمان فرنجية، في ناس حتزت ورقة بيضة، بكرة بيجوا بيقولوا حزب الله وزع أصواته بين العماد عون والوزير سليمان فرنجية. نحن متفاهمين نحن والوزير سليمان فرنجية، وفي تفاهم للموقف تبعنا. نحن كل أصواتنا للعماد عون، إذا القانون بيسمح نحن حنفتح الورقة هيك. أنا من كم يوم بعت، هلأ جد مزح بعت له الجنرال عون أنه إذا ما بيمشي الحال هيك يا خي بعت لنا مندوب من النواب تبع تكتل التغيير والإصلاح يجوا يقعدوا بين نوابنا لنفرجيهم الورقة. يعني عيب بهذا البلد أنه الواحد يوصل لهذه النقطة، لأنه في قلة أخلاق وفي قلة عقل. ما تواخذوني يعني على هالجملتين. بكل أحوال هذا هو موقفنا. نحن نأمل إن شاء الله من خلال تواصل مع كل القوى السياسية ومع كل الكتل النيابية، الأصدقاء والحلفاء والخصوم والكل،
انه نقدر نوصل لاستحقاق، ما في قلق عند حدا، ما في شكوك عند حدا، في طمأنينة إلى علاقة بالمستقبل. قد نوحد الموقف، قد ما نوحد الموقف، لكن أن نذهب إلى استحقاق إيجابي يبنى عليه للمرحلة المقبلة. مجددا نتوجه إلى روح شهيدنا القائد الحاج علاء ونقول له: إخوانك سينجزون ما بدأت وما استشهدت من أجله. هذه المعركة نحن باقون فيها، وكما قال حبيبك وعزيزك وفلذة كبدك أيضا صغيرنا وكبيرنا يقول: سنكون حيث يجب أن نكون. هذه المعركة معركة دفاع عن الأمة وكرامتها ووجودها وشعوبها وطوائفها وكل مكوناتها الاجتماعية والحضارية، سندافع عنها بالدماء الزكية كالشهيد القائد حاتم أديب حمادي وكل الشهداء الذين سبقوا ولحقوا. نواصل هذا الدرب على طريق الانتصار إن شاء الله. هذا الظلام وهؤلاء الظلاميون سيهزمون، ودماؤكم الشريفة ستنتصر على كل سيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.